هذا سعيد، انت عزفت سعيد؟ ايوه يا حاج. نعم يا حاج. كنت بتعمل ايه جوا يا عاد؟ كنت برص البضاعة النزل الجديد يا حاج، السكر والزيت والرز. طب غير الحجر ده يا عاد. حاضر يا حاج. اسمع هذا سعيد، عايزك تخش جوا تلملي السكر والزيت والرز. قصدك غير مكانهم يا حاج؟ لا يا غبي، ما تغيرش مكانهم، وديهم المخزن. اي حد يسألك على سكر ولا رز ولا زيت قول له مفيش. ليه يا حاج؟ هترجعهم تاني ولا صلعتهم انتهت؟ يا انا نفس الشغل الطاسه دي مره واحده. انا سامع ان البضاعه هتشح في السوق اليومين الجايين، فنروح نجيب بضاعتنا اللي في المخزن ونبيعها ب10 ب20. اصحى معاي. فهمت يا حاج. السلام عليكم يا حاج. روح ياض مشي الزبون ده، ولو سالك على سكر ولا زيت قول له مفيش. حاضر يا حاج. فين اخ ياسر؟ مستنيك. خد هات قطعة زيت وكيلو رز وكيلو سكر. اولا ما في سكر. امال ايه العرف ده؟ البندقه يا اخي اتك الله، ده سكر، ده سكر. امال ايه ده؟ ده ملح مغربي لسه واصل امبارح. ملح مغربي. نعم زيت الرز. طب نمشي زيت. لا الزيت خلصان. امال كان عرف ده ما معدنيه يا عم؟ الصدمات مش قلنا لك خلصان؟ في رز اجيب له. مين ما عاد منكم حاجه؟ شد شد اللي يكون اخر شدانك. تفضل يا حسين، تعال اشرب لك شاي ولا اخذ لك نفسين. اشربها من البطن فاضيه وانتم مش عايزين تدونا ولا حاجه. اثنين يعني ابو الزيت، لا بالرز لا بالسكر، لا الطين الضبي. ليه حسين تتكلم مع نفسك؟ سيبني يا عم فهمي. روق يا عم ودينا الجارة دي من السجاير دي. طب اخور مغربي ده. اما تجارة تموتش على الدنيا. والله عندك حق. شوف علبة السجاير بكام والسكر بكام، يعني الاسعار ركبت الصحاب. مش الاسعار انت الصادق، ده التجار. انا لسه جاي من كذا سوبر ماركت، الحاجة على الرف وقولوا لي ما فيش. يا معلش يبيع يعني؟ لا غلبان، ده احتكار للسوق. مخزنوا البضاعة في المخازن وخلوه لما تشيح من السوق وبيعوه بضعف الثمن. والله ما عارف ليه عمليه. ننام في غلا ونصبح في غلا. الله يخرب بيت التجار. فين الغلا؟ فين الغلا؟ مالكم كده؟ بقى مش معاكم حاجة غير الرز والزيت والغلا. بلا عيشة بقيت نار، بلا عدى الحدود سعر السلع، انتوا اللي اخذتوا على الدلع. واللي احنا فيه دلوقتي نعمة وفضل من رحمن رحيم، حتى اسألوا عم ابراهيم. راجل كبير سنه ومقام، نسمع لكلمته كلنا. بخاصم القرش الحرام بيصلي عارف ربنا، عم ابراهيم. في ناس كتار جدا بيشتكوا من الغلا. بيقولوا ان الوضع ساء والعيشة اخر بهدلة، احكي لنا عن حالك كده. انا عمكم الوسط ابراهيم. حيلت واد وثلاث بنات عشان يا عيني بيدرسوا مطحون دروس ملخصات. هات الواد كشكول كمان، بنتك دي عندها امتحان. اما الحياه دي بقت قصص، ناقص ما نتغداش عشان نعرف نوفر الحصص. من داخل الاسبوع نحوس، اسعار بتذبح فينا موس. عايز الخضار شنطه فلوس
وحتى كيس، والاربع انفكيت 200، هتضايقني لو شفت الخميس. نحلم بعيشة كويسة والواقع اشبه بالجحيم، عايشين وبنموت بالبطيء وسايبين بكرة على الكريم. ما تسيبكم هنا عم ابراهيم، سيبكم هنا عم ابراهيم، راجل كبير واخد على ايام زمان، لزماننا ده ما عندوش دماغ، متربع على التعريفة والحاجة بشلن وبقرش صاغة، هنلومه ليه؟ بيصلي ايه؟ سيبك يا عم، ده كله بس كلام تسالي ودردشة، اقطع دراعي ده لو عرف الفرق بين الفجر وما بين العشاء. طب اقول لكم، حتى اسألوا سامح وهو يدلكم، عارفينه طبعا، وجدع وصريح ومش هيضلكم. سامح، في ناس كتار جدا بيشتكوا من الغلا، عايزين رسالة نقول لهم ما تكبروش المسألة، احكي لنا عن حالك كده. أنا شاب زي كل الشباب، شغلانتي سواق ميكروباص، تعبان وبحلم بالهباب الزفت ده اللي اسمه الجواز. مين اللي بيشتكي من الغلا؟ بالعكس دي الأسعار تمام والحالة لا مش بالبلة، ومش ملاحقين على العروض، علشان أشطب شقتي ساحب حوالي 9 قروض. خلصت تعليم من زمن وحمولي ما يشيلهاش جمل، مش لاقي ولا فرصة عمل، متبهدلين والحالة طين والعيشة غم. وقف يا عم، وكفاية على سامح كده، ده فضحنا الله يفضحه، وشوف أي توك توك روح هاي الكئيب، وقفلني والواحد في شخصيته اتخدع. أنا أصلي ما بطيقهوش، وهو غير كده كذاب وعيل مش جدع. خالد بقى ده مختلف عنهم، وليه حبة مواقف ترعبك، عيل رجولة ويعجبك. خالد، في ناس كتار جدا بيشتكوا من الغلا، وانت الوحيد هتقول لهم ما تكبروش المسألة. وايه يعني لو زادت السلع؟ ها؟ ايه يعني لو زادت السلع؟ ولا الفقير حتى اتفرم، ما الشغل على قفا من يشيل، حتى المرتب محترم، والأدوية زادت كمان؟ طب وايه يا عم المشكلة؟ وانا يعني حتضايق عشان الحالة ضنك، ووالدتي تعبانة وبتغسل كلى؟ يا عيني على غلب الزمن، يا عيني على غلب الزمن، زمن انعدم فيه الحياة، ياه على الظروف الصعبة، ياه واقفين نعافر في الحياة، ماشيين بنتعكس سوا، الأكل زاد والشرب زاد. إيه يعني زاد حق الدواء؟ الأكل زاد والشرب زاد. إيه يعني زاد حق الدواء؟ الحمل أصبح مش خفيف، والصبر بقى غير محتمل، مركبنا رايحة لحد فين؟ يا دنيا طب إيه العمل؟ الموج بيعلى الطاق طاقين، نرسينا على بر الأمل، الهم خيم على الوجوه، والخوف من الجاي انتشر، يومات بتزيد السلع وبينخفض سعر البشر، يومات بتزيد السلع وبينخفض سعر البشر.